حسيتني عبد الرحمن. كان اخر حاجه تيشرت كان لابسه دندفه، ريحته حلوه، كان يحب يحط ريحه، ريحته حلوه اوي والله، لسه ريحته فيه. وحشتني يا ابني، ربنا يجعلك في الجنه. لا انا إله عايبها يا رب، ربنا مش عايز لا الحق، إله إن ربنا شاء مش الله عايز الحق يا رب، ربنا ينور قبره يا رب، يا رب يا رب ينور قبره. تسلم. وحسبنا الله ونعم الوكيل في الليل. انا السماء يعشق ايه، ابعدك عني، يرحم ربك أحسن من النوم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا يجيب لك حقك، يجيب لك حقك إن شاء الله. مساء الخير متابعينا الكرام، احنا دلوقتي في منزل الشاب عبد الرحمن اللي صورته قدام حضراتكم دي، 16 سنة. آخر حاجة تركها أو أثر تركه لأهله وأسرته تفضل في ذاكرتهم العمر كله، نظرة جميلة بصلهم ما كانوش يعرفوا إن دي النظرة الأخيرة، وهو بيرقص في فرح ابن خالته مع أخته اللي أول مرة يطلبها في مناسبة يقول لها تعالي نرقص سلو، وكان فرحان وسعيد، بصلهم نظرة ما يعرفوش إن دي نظرة الوداع، ووالده هو اللي صوره الفيديو ده. وآخر كلمات قالها لأخته كلمات توجع القلب عشان تفضل دايما تفتكره بالكلمات الجميلة اللي تركها. هيكون لنا لقاء مع أسرة الشاب عبد الرحمن اللي راح عشان يفرح ابن خالته، وبعدها بساعات قليلة جدا بسبب خلاف بسيط ما كانش يستاهل إن هو يدفع يعني حياته تمنها، لبس الكفن الأبيض. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ندى، يعني ندى، آخر حاجة عبد الرحمن رحت حضرت فرح ابن خالتي، وأول مرة يقول لك أنا عاوز أرقص معاكي، أو يعني عرفينا بقى. دايما كان بيتحرج اقول له، يقول لي لا محروق، ببص له كده من غير ما اتكلم، عايز اقول له اصلا، وهو عارفه ان هو مش هيوافق. هو اللي قال لي تعالى ارقص، وفضل يرقص معايا، يقول لي شكلك حلو، فستان ده حلو، رايك في القاعه دي شكلها حلو، هبقى اعمل فيها خطوبتي، بس فرحة هعمله بقى في قاعه كبيره اكبر من دي، بس دي هتبقى خطوبتي. ويوم فرحي كان اللي افضل ارقص معاكي اكتر من العريس كمان. اخوك يوم قال لك انت حلوه قوي، قال لي انت شكلك حلو قوي، انت من احسن من العروسه، انت احسن واحده في الفرح اصلا. ده الكلام اللي انت بتفتكري بيه اخوك صح كده؟ تمام. اخ دي اخر كلمات انت بتفتكري بيها اخوك يا عبد الرحمن. الدكتور بيبقى ايه يا نور؟ هو دايما ما كانش بيحب يسيب حقه ابدا، ما بيحبش حد يجي عليه، احنا عايزين حقه. طلبي بالقصاص. ايوه اكيد لازم حقه يجي، عشان احنا هو كده كده حقه في الاخر، وهو ضامن حقه في في عز الاخر، الابتلاء اللي بس انت عشان فيه ده، احنا نرتاح. سريعا قبل ما ندخل على التفاصيل، واحده لقطت فيديو ليكي او اخدت فيديو لقطه وانت منهاره عشان حسبي الله اخوك. ونعم الوكيل، فمش هقول مش هقول تتحط فيها عشان ربنا ما يكتبهاش على حد ابدا، بس حسبي الله ونعم الوكيل. يعني انا لو شايفه حد كده قدامي هقع 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 جنبه. منهاره على اخوكي وبتعيطي على يعني الفراق. انت ازاي جبت الثبات ده وانت بتصورين؟ يعني كنت ثابته ازاي وبتصور وخايفه بتصور وخايفه لو حد جاي كده بتنزل الموبايل عشان خايفه. تنزلها على موقع التيك توك وتربح من وراه. ربنا يرحمه يا حبيبتي ويصبرك يا رب العالمين. اللهم امين يا رب. انا شايفاكي حضنه، اتفضلي امسكيها مني كده، حضنه تيشيرت عبد الرحمن اللي كان لابسه، بتقولي كان دايما بيحب يحط البارفان. وحسبنا الله ونعم الوكيل، لان كان عندي ابن اسمه محمد برضك عنده 4 سنين وغرق في البحر. احنا لازم عندنا جنبها بحر كبير غرق فيه، وكان ربنا عوضنا بعد الرحمة. من اللي غرق جه ولا واحد ايه؟ خطف فرحتنا، حسبنا الله من ونعم هو الوكيل، اللي فيه غرق؟ هو اللي بحق هو يا اللي انبي امه يتحرق قلبه زي ما اتحرق قلبي. والله ما تقلنا يا عبد يا رب الرحمن على الغرق، لان ده يعني غرق. عيل الطفل عنده 4 سنين غرق، انما انت يا عبد الرحمن اتقتلت. يعني ربنا شر، الحمد ربنا هو لله عريس، الحمد لله. ويجي واحد زي دي مفتري وما عندوش رحمة، ما حسبنا عندوش الله ونعم رحمة. الوكيل. كم سنة؟ 24 سنة. 24 سنة. متجوز ومخلف البيت، فرح بشباب، ربنا انما ما يصبرك يا فرحش عبد بشاب. الرحمن. كلمنا يا عبد الرحمن على اللي حصل في اليوم ده. انت بتقول اليوم ده
كان ابنك اغلب الوقت معاك وكانه كان بيودعك. كان معايا ولبس وتشيك وجايب التوك توك وجاي بيقول لي يا بابا بقى انا هروح الف لفتين كده بالتوك توك، انت مالكش فلوس عند النهارده. قلت له ليه يا عم عبد؟ قال لي يا عم الحاج انا هروح بقى الفرح، هروح اجيب باريستين كده اروح بهم الفرح وايه ومالكش حاجه عندي. قلت له لا يا حبيب قلبي، لا تروح ولا تيجي، 50 جنيه يا حبيبي خد اصرف واتبسط. عايز كمان يا عبد الرحمن؟ قال لي يابا انا اللي هديك ولا انت هتاخد مني؟ قلت له لا يا حبيبي انا اللي هدي لك، ولغايه ما تتجوز ولغايه ما تكبر ولغايه ما تبقى كبير، انت في نظر طفل يا عبد الرحمن، خد يا حبيبي 50 جنيه. عايز كمان؟ قال لا ده حلو قوي، طب ما دام انت عملت كده يا بابا هاخد التوك توك بقى ايه انضفه واروقه كده على البحر واجيبه بقى جراش يبقى واقف نظيف. يا قلب امه كانت اخر واقفه له، واقف بايده بوقفه ايده بنظافته اللي هو منظفه، وبعد كده راح لبس والشيك وقال لك انا رايح الفرح. قلت يبقى تيجي تاخدني يا عبد الرحمن. قال لي حاضر. بعد ما راح هناك قلب الموازين، ما قال ما عادش اعرف اجي لك يا بابا، انا بلم اصحابي عشان افرح ابن خالتي، واتصرف وتعالى عندك ناس صحابي جايين يبقى تعالى اركب معاهم. ركبت مع اصحابه ورحت لقيته بيرقص على الاستيج وحلو، والله ما قلت له انت ما جيتش تاخدني ليه ولا بتاعه، وبقيت مبسوط انا وامه بنتفرج عليه وهو بيرقص مع اصحابه. مفيش شويه ولقيته بيرقص مع اخته، الواد ده ما عادش بيغزي. قامت نادى قد بابا اللي بيقول تعالى ارقص معايا وصورنا يا بابا، قعدت صورتهم وفرحانين بيهم والفرح حلو والدنيا جميله ومفيش اي حاجه. تستنى انت حصل احتكاك على البيتج ولا على الفرح، بالفرح فوق وطلعت بره تستناه برضه تمشي وراه تاني وتحتك بيه تاني وتحتك بيه تالت، وفي التالت ما احتكتش. يا قلب امك، هو عبد الرحمن لو شافك ماسك خنجر اقسم بالله ما كان سابه، لو هو قد كده 10 مرات عبد الرحمن ما كان، عبد الرحمن اتغضربه. احكي لي على الصورة الفيديو اللي انت اخدته مدته دقيقة او دقيقتين من عبد الرحمن اللي هو كان بيرقص فيه؟ احكي عنه ايه؟ ما هو انا اللي مصوره. انا اللي مصوره وهو احنا مش مصدقين ان عبد الرحمن بيرقص مع اخته. يعني اول مره يعملها الشاب الخجول اللي هو لا هو يغزى ممكن يرقص مع اصحابه انما اخته يغزى. فالمره دي هو اللي طلبها للرقص وقال لها تعالى ارقص معاك يا نادي، وهو بيرقص مع اخته. انا قلت لامه هي قاعده جنبي ايه، قلت لها يا بنت الواد ده بص لنا، الواد ده بص لنا كده يعني هو بيرقص مع اخته وبص لنا ليه كده؟ يعني هو مش بيبص لاخته، ده هو عينه جت علينا بص لنا. هي لحظه يا دوبك بص لنا شبع من بصته لينا واحنا بنبص له كده، وراح لف وش لاخته تاني. انا ما عرفتش البصه دي الا بعد ما قالوا عبد الرحمن اتقتل. قلت لك عبد الرحمن كان بيودعني، وكان بيودعني ساعه ما بودي له فلوس يقول لا يا بابا انا اللي ادي لك انت مش تاخد، مش ما خدش مني. والله العظيم انا قاعد لا ليل ولا نهار، ولا احنا لا بناكل ولا بنشرب ولا بننام، والله ما احنا عارفين نقعد ولا كل حته، كل حته فيها عبد الرحمن. نمشي يا عبد الرحمن، نتحرك خطوه عبد الرحمن. نفتكر كل عمايل عبد الرحمن. عبد الرحمن كان مناكب، كان بيحب ينكشني وينكش امه، كنا بنموت فيه. يعني بقول له مين اللي هينحني تاني يا عبد الرحمن؟ مين اللي هيجي ينحني تاني وينكشني تاني؟ واخر ما يعني ما اكون بكلمه وهو في البلد، عبد الرحمن انا عليك واعمل ازاي؟ الشبكه بتقطع. يعني بفتكر الشبكه بتقطع، يعني النوم سامعني يعني عبد الرحمن. تقول له ايه ولا ايه ولا ايه؟ الحمد لله واحنا محتسبينك يا ابني عند ربنا، مستنيك يا عبد الرحمن نقابلك في الاخره ان شاء الله يا حبيبي عند الحق اللي ما بيظلمش حد. كنت انت ظلمت في الارض يا ابني، ربنا مش هيظلمك في الاخره ان شاء الله وهيجيب لك حق. ايه اللي حصل في اول يوم سريعا يعني كده اللي حصل عشان انه يوصل ان عبد الرحمن يلبس الكفن الابيض؟ اول يوم عبد الرحمن عامه هو متعود كان بيروح يشتغل بالتوك توك، ما بيطلعش الا بعد العصر، بعد العصر او المغرب. حتى انا اقول له عبد الرحمن اللي قايم ياكل عيش يابا، قايم بعد العصر او المغرب، يقول له يا بابا ما بشغلش التوك توك في الحر، الدنيا حر، انا بطلع اشتغل بقى ايه في التراوي. يجي متاخر الساعه 2 و2 ونص و3، يا ابني انت فين؟ يا بابا ما تقلقش انا انا شغال اهو، انا برضه والله العظيم سبحان الله سبحان الله. يقول لي يا بابا انا شغال عند القاعه، اما القاعه تخلص يعني الافراح يروح الناس اللي من المعازيم واللي بتاع ايه هلقط المشوارين دول يا بابا واجي. افضل قلقان عليه. انا بقيت انا كنت انا يوميا مرعوب على عبد الرحمن اقسم بالله. ايه اللي فرح حصل في الفرح؟ ايه اللي وصل ان هو يحتك بالشخص ده، ولا هو اصلا ما كلموش ما كانش له علاقه؟ انا ما اعرفش اللي انا جات الفرح
بعد الاحتكاك ده، بس هم قالوا لي عليه اول ما جيت، قالوا عبد الرحمن كان في مناوشه بينه وبين الناس على الجيش بسبب ان هو كان بعاكس، ما اعرفش كان بعاكس، ما اعرفش خبطوا ببعض وهم بيرقصوا، مع المهم ان في احتكاك حصل. هو اصلا الشاب القاتل ده مش معزوم، مش لا لا هو مع لا هو لا العروسه عازمه ولا العريس عازمه ولا حد عازمه، ولا لا من هنا ولا من هنا، والمشكله اتفضت وخلاص، واتفضت اتفضت. وعبد الرحمن كان بيرقص بعدها مع اصحابه، وراح رقص مع اخته وعادي مفيش حاجه، والواد ده اداني مفتاح المكنه وقال لي مروح يا بابا مع اصحابه، ومشي في وسط اصحابه، والفرح خلص، والفرح خلص. ما انا بقول لحضرتك حتى مسافه يعني وقت اقصد يعني حوالي 4 ساعات، هي المسافه سيادتك بين القاعه والطريق الرئيسي كلهم 600 متر. لا وقت حفل الزفاف حوالي 4 ساعات مثلا، اه ماشي يعني 4 ساعات 3 ساعات كانت يعني الدنيا هاديه تمام. اللي رجع طلع من القاعه عبد الرحمن هو واصحابه اول ناس مشوا من القاعه، فيعتبر هم اللي ماشيين في الاول. بقى ما وصلوا في نص المسافه كان الواد ده جاي وراهم بالتوك توك، احتك بيهم تاني ووسع عليه انت وهو، يعني شغل شغل ايه انت يعني ايه بنكشهم تاني. فهو قال له احنا ما عندناش عيال ومش عارف ايه، وبعدين احنا في فرح وفضناها وفضوها وطرادهم ومشي، امشي يا عم توكل على الله. مش ما روحش القاتل، ما روحش، طعنه واحده، هي طعنه واحده اودت بحياته هو مكانه. بايه بقى؟ بخنجر. بخنجر. وحضرتك هو معاه الخنجر وهو جاي الفرح بخنجر، والخنجر في جنبه ومعاه وبجراب، يعني مش خنجر مداري ده، لا ده هو شهره بره حاطه. عبد الرحمن مات، مات هو عبد الرحمن مات مكانه. انا رحت المستشفى لقيت عبد الرحمن ما فيش فيه، انا بقى صعبان عليه ان هم بيعذبوه. عبد الرحمن منتهي، عبد الرحمن بيحاولوا يسعفوه، بيحاولوا يسعفوه بس هو ميت، هو ميت. انا لقيت الممرضين نفسهم انهاروا، يعني الدكتوره عماله تسعف فيه والممرضين انهاروا، قلت انا لله وانا اليه راجعون، ابني ميت. فهو الحمد لله، وانا مش عايز اكتر من حقه، حقه عشان نارنا تبرد، وعشان مش كل واحد يسوي له نفسه ان يشتري خنجر ويقتل في شباب الناس، شباب الناس ذنبه. والحمد لله انا حضرتك، ما انا بقول لك انا جميل علي بيه ده على دماغي، وبشكره وبشكر فضله وهفضل اشكره لغايه ما اموت. الراجل ده راجل محترم، وربنا يخليه لنا ويجعله دايما امن وامان له لنا ولجميع الناس يا رب، لانه هو راجل محترم جدا جدا جدا، واحترمني وقدرني وقال لي مكتبي ليك مفتوح في اي وقت، انت اخويا في 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 الدنيا رئيس مباحث يقول لي مواطن انت اخويا، اقسم بالله قال لي انت اخويا وعزاني وخدني بالحضن وعزاني. التصوير بتقول ان انت يوم تنفيذ او رجوع عبد الرحمن هتروح تقف على قبره نفسك فيه. انا اللحظه اللي انا مستناها واموت هي دي، ان اروح اقول لعبد الرحمن ربنا جاب لك حقك يا عبد الرحمن، وبعد كده ما عادش حاجه من دي. كنت بتوسع عبد الرحمن على اخواته، على اخواته، لان هو صغير، هو الصغير اصغر واحد، بس انا عندي الكبير بتاعي عقله على قد، يعني ما يفقهش حاجه. عبد الرحمن كان ذكي، عبد الرحمن كان حلو، شاب حلو، شاب عريس، واد راجل، كان يناقشني ويعمل لي وكان يقنعني، هو اللي كان بيعرف يقنعني، لو هي الحاجه عايزه يبقى لازم يقنعني. جابني يمين جبني شمال، والابتسامه اللي سيادتك شايفاها في الصوره دي بتاعته دي هي اللي كانت بتموتني بقى، يعني ساعات لما الابتسامه بتاعته دي يقوم لف في وشه كده يقوم مبتسم، يعني ما ساعات ما اكون متضايق منه واخد منه التليفون، هو كان يموت لو التليفون اتاخد منه، يقوم يبتسم الابتسامه دي، انا اسحب التليفون من الدرج تاني اقول له خد عبد الرحمن التليفون. ف الحمد لله، ومش طالبين اكتر من حقه ان شاء الله، مش عايزين اكتر من كده، لا احنا بلطجيه ولا احنا قتلين قتله ولا احنا بتوع مشاكل، احنا عايزين حقه بالقضاء بس. ربنا يصبرك. البقاء لله يا عبد الرحمن. قولي لي بقى انت بتطلب ايه ان شاء الله؟ بطلب بحق عبد الرحمن، بطلب بحق عبد الرحمن. لو حابه تقولي كلمه وصل الله حسب الله ونعم الوكيل فيه، طفى فرحتنا، حسب الله ونعم الوكيل فيه، وعنده عيل ولا عيلة، يعني أنا برضاش أظلم حد، بس يشوف نارنا زي ما احنا في النار كده، حسب الله ونعم الوكيل فيه. هو ما عملش فيه حاجة، ما عملش فيه حاجة عشان يضرب الضربة دي الطعنة، ما قدرش يتكلم، حسب الله ونعم الوكيل فيه، ما قدرش يتكلم أقول أه حتى، يعني ما قالش أه حتى عشان حد يحوش. إن شاء الله ربنا يرحمه ويغفر له، حسب الله ونعم الوكيل فيه ان شاء الله. اشوفه يا بكلمات مليئه بالحزن والقصر والاسى، وعيون مليانه بالدموع زي ما حضراتكم شايفين. والد عبد الرحمن ووالده عبد الرحمن، واللي فضل منه تيشيرت وصوره
وفيديو مدته دقايق بسيطة جدا، كان آخر فيديو الأب التقطه لابنه وهو في فرح ابن خالته بيرقص مع أخته لأول مرة كان يطلبها، وكان مبسوط وبص لهم آخر نظرة كانت نظرة الوداع. ما عرفوش معنى النظرة دي إن هو بيودعهم غير بعد وفاته. بعد انتهاء الفرح خرج من القاعة، كان للأسف الشديد يعني نقدر نقول القاتل كان منتظره ومعاه الخنجر طعنه طعنة واحدة، طبعا خلص على حياته. إنا لله وإنا إليه راجعون. بشكركم متابعينا الكرام، وإن شاء الله بإذن الله يعني بطمن حضراتكم إن تم القبض على القاتل عمره 24 سنة، وإن شاء الله بإذن الله متابعين معاكم وتفاصيل القضية في الأيام اللي جاية. بشكركم وإلى اللقاء. نعم.